في أجيال يمكن ما تكونش عارفة إنه في معلومة معروفة حول العالم في مجال الطيران، إنه طيارين مصر الطيران لهم سمعة رفيعة جدا وسط الطيارين في العالم. في ناس يمكن لو بتسمع المعلومة دي لأول مرة هتفتكر إن ده نوع من المبالغة أو امتنان للشركة الوطنية، إنما دي معلومة موجودة من عشرات السنين، ويعني زي ما بيقولوا كده صك. حضرتك كابتن وليد قضيت كام سنة في مصر الطيران؟ أنا أولمست من 89 89 في كارير الطيران، من 89 مصر الطيران 90 ولغاية دلوقتي. طيار مدني ابتديت بإيه؟ جلايدنج، طيارة موتور جلايدر اسمها شبايبر، طيارة ألماني. طيب الطيارين بيحسبوا خبرتهم بساعات الطيران مش كده؟ طيب ساعات الطيران والمواقف، في طيار ممكن يطير فترة كبيرة جدا وما يخشش في مواقف. حضرتك عملت كام ساعة طيران؟ أنا بصراحة بطلت أحسب يعني إنما رقم، يعني أنا على فكرة أنا عندي 62 سنة ما شاء الله، ما شاء ربنا يديك الصحة، ربنا يخلي حياتك يعني. وبرضه ده امتناني ده يا ربنا يديك الصحة على فكرة. أيوه على فكرة، ودي حاجة يعني تشرفني إن مصر الطيران يعني لسه محافظة علينا ومحافظة على الخبرات ومحافظة على، إحنا خدنا اكستنشن من الطيران المدني إن إحنا مادام لايقين طبيا بنمدي لغاية 65. فطبعا دي خبرات رهيبة، يعني أي حاجة مثلا اللي عملت الشيء ده اللي هو دار العالم، اللي إحنا زي ما بقول أنا بقول يا جماعة ده شغلنا وده أدائنا وده البرفورمانس بتاعنا. واللي فجأة أبهر الناس الراجل اللي معاه المايك ده، الويند مبهدل. مين بقى اللي معاه المايك ده؟ أنا ده معلق ولا لا؟ ده تيوبر، واخد بالك؟ ده تيوبر، بس ده مختص يعني، أنا لسه قاري عنه كده. أيوه. توبيك. الراجل ده مشهور جدا جدا جدا، مغرم بالطيران جدا جدا، وما بيروح القنوات كلها، قنوات العالم بتاخد منه كل القنوات العمل. بيروح اول ما يبقى فيه باد ويدر يروح واخد الكاميرا بتاعته، وهو بروفيشنال ظاهر، بياخد ابروفال وبرميشنز وحاجات كده، ويقعد يصور قد ايه الفينومينا بتاثر في الطائرات الجيتس الكبيره. Egypt Air. كابتن وليد مراد طيار مصر الطيران، كنا سعداء باللقطة، سعداء باللاندنج، سعداء بأداء المصريين في التعبير عن إعجابهم بحضرتك وبشركة مصر الطيران. ولو في كلمة أخيرة تحب توجهها. الكلمة الأخيرة اللي عايز أوجهها، أنا يا جماعة ما عملتش حاجة، أنا عملت شغلي، بس بنعمل شغلنا باحترافية، ولو أي زميل ليا كان معين على الرحلة كان هيعمل نفس الأداء، لأن احنا متدربين على ستاندرد واحد. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، أنا بشكر كل من هو على سوشيال ميديا، على قنوات، أثنى عليا، ولكن الفضل مش ليا، الفضل للي دربونا وعلمونا الرعي القديم، اللي علمونا، اللي وصلونا للسكيلز دي. كل التحية لشركة مصر الطيران الشركة الوطنية، كل التحية لكابتن وليد مراد. ومرة تانية الأغنية وكأنها متفصلة على اللقطة دي أو على الرحلة دي. الغزالة رايقة، ما الناس الحلوة سيئة، الناس الحلوة كانوا طيارين مصر للطيران، وعلى رأسهم كابتن وليد. الغزالة رايقة.